ايش لك وش اخبارك؟ ان شاء الله تكون بصحة وخير. احنا اليوم موجودين وين؟ والمارت. Here we go. والمارت. وليش جايين على والمارت؟ ليش؟ لأن راح نشتري غراض المدرسة. سو يلا تعالوا معنا حبايبنا، راح أسوي لكم اليوم جولة. ودائما نشتري غراض المدرسة من والمارت لأنه يكون أرخص شيء ويوفرون كل شيء موجود هنا. قبل ما نبدا هذا الفيديو حبايبنا، لا تنسوا انكم تسوون لايك هيك ثمبس اب كبير وسبسكرايب تشتركون بالقناه وتكتبوا تعليق حلو تحت هذا الفيديو. يعني راح يجيب لنا العربانه. ليتس جو. يعني دائما بوالمارت غراض المدرسه يخلونها في البدايه هنا. الحمد لله ماكو زحمه. هاي اخر مره من اجينا افكر قبل سنتين زحمه كان. من هنا خلينا نشوف السنه الاولى الارسلان راح يروح كي جي 1. سو كلش مستانس صح؟ يلا. اها شنو اخذ؟ اخذ لنا هنا، خلينا ناخذ جوله. هذا ما كاتبين عليه، لا بس هذا ما يردون بعد. خلينا نشوف. To help you cheat. To help you cheat؟ لا والله ما يحتاجها. You don't need it mom. خلينا نشوف. الله شوف هاي غير الوان. اوكي وموجود هنا هاي الغراض. هاي صراحة اقرا شوي شوي اللستة دزولنا اياها حتى اشوف شنو يردون الاولاد. يس ماما. No you don't need this. خليني بس اوريكم. هاي تريدها؟ تيك. زين والله اكو غراض وايد. اوف هاي فاضيه. اكو غراض وايد دائما من نروح يكون فاضي بس هالمره اتس جود. نعم ماما. يس تقدر تاخذها. هذه الجلو يردون من عنده. الجلو هاي 3. تيك ماما الجلو. اوكي تيك. هذه هو نفسه هذا. يا شنو بعد نحتاج؟ اكيد هذا الاقلام. اوريكم هنا. نا ماما تعال خل نروح ناخذ الفايف بوك. هير وي جو. فايف ديفلرنت. اوكي تردون انتم فولدرات، تختار لكم الفولدر. هسه نشوف شنو دائما يكتبون يردونه. 2 انش مثلا. هذا شنو؟ هذا نص انش. هذا 1 انش ونص. فانتبهوا شنو هم الاولاد يردون. هلا في هذه الدفاتر موجودة بس ب 35 سنت ومطلوب من كلهم حتى من أرسلان إن 5 وتكون 5 ألوان مختلفة. سو راح آخذ من كل لون 3. تأوريكم الأسعار شوفوها إيش قد رخيصة. 25 سنت. هاي مثلاً وين توني؟ هاي 4 دولارات. أوكي بس شوف كم حبة فيها. أوكي وهنا محفظات حق البنات. وهنا الفايلات. سو هنا الفايلات أرسلان محتاج 3. تريد الأورنج؟ طبعا قاعدة أخليه هو يختار براحته. دائما أخليهم يختارون براحتهم وهم يختارون. أوكي خليني أشوف أنه هو هذا. لا ماما هذا مو بلاستيك، هذا ورق. لازم بلاستيك مثل هذا حتى شنو يحب المدرسة. ماما 1 إنش أريده. هذا شقد؟ خلينا نشوف. هذا 1 إنش أند هاف. المطلوب 1 إنش. لقيت بس لون الاخضر يقول ما يريده ارسلان. خلاص كيف اخضر ما يريد. خلينا نشوف الالوان الثانيه بس اكثرها هي ازرق. ولازم ناخذ 3 الوان مختلفه. هنا قسم الجنط. ايان حب يشتري الجنطه مالته هنا. يزن لا يريدها سبيشل. يزن يريد يطلبها من امازون وتكون مميزه ولازم ما يكون احد مشتري مثلها. This all the same brand. This all the same brand. Yes ماما. ماما لا هاي ما راح تريدها للمدرسه. خلاص you are big now. No, no. Oh, no, in his school, and since he first came, they sleep from 1 to 2 o'clock. Really? Yes. Don't need it. That's how lucky he is. So, yes, I think it's good. Let's take it. No. Really? No, I want it. You want it? Just let him. He's going to sleep from 1 to 2.
just hug it. When you finish, رجعها. No, mama. Okay, hug it. It's okay. يقول لي أريدينها وأنا ما أقدر أشتريها لأنها ما نحتاجها. فقلت له أوكي تريدها يلا شبكها العب معها وبعدين رجعها. هيك شوية أقنع الأولاد. أوكي حتى ما يعني يضوجوني. أوكي ماما just hug it and then play and then put it back. أوكي. شوية يخف الاسترس عليهم. ما أقول لها لا رجعوها فد مرة يظلون يبتون. فمثلا من كانوا صغار أيام يزن أوكي. يردون الشغله اوكي لعبوا فيها وقبل ما نطلع يلا خلاص انتوا يو هاف فان احنا على ما نفترينا انتوا ماسكينها بايدكم يلا هسه رجعوها فيرجعون هنا مسوين كليننجز على الملابس يعني تنزيلات فراح اخذ لهم كذا تي شيرت بمدرستهم يلبسون يعني على حسب يعني مرات يعطونهم يلبسون مثلا هسه اول شهر يلبسون اللي يردونه ملابس البيت خلصنا حبايبنا ما شريت لهم ملابس ما عجبني شيء هسه راح نسوي تشيك اوت طبعا هنا في امريكا عندهم سيلف تشيك اوت انتوا تحاسبون بروحكم اوكي ليتس جو هسه رايحين هناك فراح احاسب كل واحد راح احاسبه بروحه شوي يعني يتحاسب ايان ويحط غراضه بالجيز حتى لا يتلخبطون نو ارسلاني هاي قلنا لا هاي قلنا لا هاي نو قلنا نيكست تايم No, next time we buy it. No, no, next time. It's only for the school today, okay? No, only for the school. Let's see the price. Come here. Try the other one, not here. Yeah. Yeah. Okay, go the other one there. Yeah. كم سعرها؟ It's $100. So much expensive. Yeah. See $100. No. Yeah. يلا. Good boy. Yeah. قشمرنا عليه. هسا أيان أيان يلا تيك أوت أنت. إيه هسا مو مالتنا هاي. يلا هسا أنت حاسب أول. خلي على طول ماما بالتشيس اوكي خليهم بالتشيس يا اجا دور يزن واخر شيء غراض ارسلان خلينا نشوف ايش قد راح يطلع الحساب وبعدنا تقريبا احنا اشترينا بعض الغراض باكر الاورينتيشن راح يعطونا اللسته اذا في اشياء بعدنا ما مشترينها ما اعرف بس يوجوالي هاي الشغلات اللي يردونها كل سنه كلها تكون متوفره وموجوده في وول مارت بهذا الشكل هذا الحساب 114 هسه راح ندفع باي Insert cash or select payment type. No credit. Use PIN pad to complete transaction. خلصنا. راجعي رايحين بس خلينا نشوف المارشل نشوف جنط عندهم بلكي تعجب يزن بدل ما نطلب من أمازون ونجي. أنا هسه على تارجت إذا شفت اللون الأحمر يعني إحنا موجودين بتارجت جايين بس هم عندهم أغراض المدرسة بس جايين على مود هذا الحلو يزوني يشوف له جنطة لقيت؟ شفنا هاي من الساعة وريتكم هناك الجنط وهسه هنا أكو جنط خلينا نشوفهم يقول يا you don't like it وش نروح المارشل وهذه هنا أخيرا إجينا المارشل أي يزن حب هذه؟ maybe بعد يفكر بالموضوع لأنها شافة مالت أرمي. أوكي يحبون هاي الشغلات هم الجنط أبدا ما يحبون يشترون جنط مالت الأطفال منهم هم صغار دائما يحبون يشترون هاي الجنط اللي هي مالت الكبار. سنا وهسا طالعين. يا حبايبنا هسا عد صارت الساعة 7 وعدنا مو الساعة 7:30 مع صديقهم بالحديقة. نريد نروح على البيت على السريع ناكل على السريع ونروح حبايبنا وصلنا احنا وياكم لنهايه
don't forget to like, share, subscribe, and follow on TikTok, Instagram, Facebook. أعطيكم $100 $100 إذا قلتوها بالعربي. Yeah, yeah. $100. اشتركوا بالقناة. نعم. أنا. سووا لايك. سووا لايك. كتبوا تعليق حلو. وشاركوا الفيديو. $100 لا والله. خليتوا أنا تجون. أوكي حبايبنا هسا إحنا يعني خلصنا أكلنا بيتزا بالبيت. وجينا هنا على الحديقة هاي يشوفون أصحابهم ونخليكم إن شاء الله بفيديوهات قادمة. باي باي. أنا أوريكم المنظر اللي قدامي وهذا المكان سويت لكم إياه تور فيديو كامل فشوفوه بالفيديوهات القديمة.